اسمي كريم بارودي فريد، عامل في شركة لسامير. دونك كان حنا كنحبدوا اي حركه في هذا الاطار اللي هي كتجمع الشمل ديال الناس ديال المحمديه للدفاع على هذه المؤسسه اللي كانت يعني كتعتبر بحق معلمه ديال هذا، لان عندها تاريخ وعندها راس مال بشري وعندها راس مال لا مادي، عندها تجربه، عندها خبرات، وعندها يعني تاثير ملموس في النسيج الاقتصادي ديال المدينه. كيبتدئ يعني بالعمال الرسميين اللي هما كيتعدوا تقريبا لحد 1000، بالنسبه للعمال غير الرسميين اللي هما لحد 3000 5000. يعني فاش كنجمعوا العدد الاجمالي كتلقى واحد 20000 ولا شي حاجه اللي هما كيساهموا في الاقتصاد ديال المدينه. دونك من هذا المنطلق هذا يعني كنحبدوا حنا اي تحرك اللي غادي يكون غادي في هذا الشاكله ديال الدفاع ديال هذه المؤسسه، لان من خلالها غادي تخدم المدينه وتخدم الاقتصاد الوطني وتخدم العمال. شكرا.